أربعة لا خلاص بقى ليه أربعة سافروا من اتحاد كرة القدم معهمش ورقة واحدة يقدموها مستندات وطلبوا التأجيل في طيب. موضوع في موضوع الجونة هو معلش هو عشان إذا كان له حق الرد يعني لا لا ما خلاص بقى طب أقول أنا أقول أنا الموضوع عشان أصل طب خلينا ننقل على حاجة تانية غير اتحاد الكرة بقى. لا بقى أما أربعة يسافروا مستشار قانوني واثنين أعضاء مجلس إدارة ووليد العطار معهمش مستند يقدموه للمحكمة الرياضية اللي بتنظر موضوع الجونة وأربعة كان له أربع طلبات أنا عرفت لما جبت الأستاذ مجدي أربعة قدموا أربع طلبات وهو الجانب الثاني رفض والمحكمة ما كابتن إحنا بنقول من شرع طلبات أنت المفروض رايح أنت رايح الصبح تدافع عني معاك مستندات الدفاع مش رايح طرزان تقول بس خلي بالك هو في حافظة تتقدم قبليها كاملة في حافظه بالموضوع بالكامل بتتقدم محكمه ما بتشوفش الاوراق لجنه الاستماع لو الحافظه اتقدمت ما كانوش هيعترضوا على انها تحجز للحكم هو كان عايز يمد الاجل عشان عايز يقدم مستندات جديده المحكمه رفضت وفقا للمحامي بتاع الجونه المستندات الجديده ظهرت في يوم الجلسه ولا المفروض ما اعرفش بقى هم طلبوا طب ما هو ده اللي احنا بنقوله يا كابتن هو القضيه دي شكل الجونه هترجع محسومه شكل الجونه رجع ايوه هو يا كابتن طيب. عشان عندنا هل عندنا حاجه